نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا في أقدس بقاع العالم أن نجتمع على دروس من سنة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها الإخوة أن الدين أو السنة كلها في الحقيقة، السنة هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا أطلقت فهي الدين بكامله، السنة هي الدين بكامله. ونستدل على هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته المباركة، نقرأ الآن الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وكان يقرأ ثلاث آيات وبعدها: فإن خير الكتاب أو خير فإن أحسن الحديث وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معناه ما اشتمل عليه كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة، وسواء كان ما يتعلق بذات الله تعالى، صفات الله تعالى، أو ما يتعلق بما يكون في المغيبات، إيمان بالله والملائكة وغيرهم وغيرهم، أو بما يكون يوم القيامة، كل هذه سنة، كل هذه سنة. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الكتاب والسنة والكتاب الله وحديث رسول الله وهما السنة، دليل عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعده: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا الدين الخالص من أي من الأوضار من البدع والمخالفات هذا هو السنة، هذه هي السنة في الحقيقة، وما خالفها فهو البدعة. فإذا صليت صلاة على غير صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت أتيت ببدعة، حتى لو جاء أحد ويقول ومتورع ويقول: أنا أصلي ست صلوات ما بين صلاة ما بين الفجر وبين الظهر، لأن هناك فاصل كبير، لا يكون إلا أنه يؤذن ويصلي ويؤذن ويقيم ثم يقرأ فيه القرآن ثم الركوع والسجود، لا شك به. لكن هذه من أفجر البدع، لأنه أراد أن يسبق الله ويسبق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الدين الخالص هي السنة، وكل ما يتعلق بالعقيدة وبالأحكام، كذلك ما يتعلق بالسلوك والتزكية وغيرها وغيرها، يجب أن نرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المسائل يسألون ويقولون: هل يجوز هذا؟ قلنا جوابه سهل جدا: هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة من الدين وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به؟ إن كان عملوا به فهو الدين، وإلا هو خارج عن الدين، وهو ليست من السنة بشيء، وهو من البدع، وكل بدعة ضلالة. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا شك أن الإسلام محارب من حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد برز على أفق الإسلام ناس يسمونهم المنافقين، ثم بعد ذلك جاءوا الخوارج، ثم جاءوا الروافض، أو قل ربما شيعة، لكن ليست تشيعهم تشيع فقط تقديم علي رضي الله عنه، بل كان فيهم ناس يولهونه ويقولون: أنت الإله،
ثم بعد ذلك سيرى التاريخ الإسلام بدع كثيرة، فأي شيء لم يكن في دين الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فهو ليس من السنة بل هو من البدع ولا شك فيه، حتى نقول الذين يوجبون ويقولون لا بد أن تكون على أحد المذاهب الأربعة ويتعصبون، نحن نقول لا بأس الإنسان يكون على أحد المذاهب، لكن على وصية أئمتنا رحمة الله عليهم إذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك قول إمامه ويعمل بالسنة، فهذا هو الأسعد بالأئمة. أما إذا كان يأخذ كلام الأئمة ويترك حديث رسول الله أو فتاوى الصحابة وغيرها فهو ضال لا شك فيه، لأنه أتى ببدعة التعصب المذهبي. ثم بعد ذلك هناك ناس قد جاءوا بشيء سمي الزهد الذي هو تاج الإسلام، جعلوه باسم التصوف وأتوا بأشياء فيها بدع كثيرة في العقيدة وفي العمل وفي الورد وفي الذكر وأشياء لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك قد تأتي أفكار جديدة فيما تكون يتعلق بالسياسة والأحكام السلطانية، فجاء ناس بالحقيقة وخرجوا على الدول، وهذا لا شك في أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا، والخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفرهم، لكن أعمالهم كانت هي في الحقيقة إذا قاتلوا قالوا إذا قاتلوا يقاتلون ويقتلون، لكن أعمالهم قد ألقت بمصائب كثيرة على الإسلام والمسلمين. فالأفكار التي تأتي أيضا وثم التحزب بحزب خاص يكون له قواعد خاصة وله يعني أعمال خاصة يعلنون عنها، هذه كلها ليس من السنة وليس من دين الله عز وجل، فلا حزب إلا حزب واحد وهو الذي يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الحياة وفي جميع أمور العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا على كل حال لا شك أن هناك نعيش لا شك أفكارا وبدعا كثيرة، الآن لو جمعت ربما البدع في الإسلام قد تفوق على آلاف أو على الألف على الأقل. هناك كتاب رأيتم لعله قد طبع باسم قاموس البدع، بدع في من وقت ما يولد الإنسان إلى أن يكبر ثم بعد ذلك يتزوج ففي زواجه بدع، ثم بعد ذلك في دخوله إلى أهله بدع، ثم بعد ذلك أولاد إذا ولد له أولاد فله فيها بدع، ثم وثم إلى أن تكون هناك بدع كثيرة قد أحاطت بنا. وإذا ارتفعت أو إذا رفعت بدعة رأسها تذهب سنة من السنن كما قال الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا الحمد لله الذي أكرمنا بأن نجتمع في هذا المكان المقدس هذا المكان المبارك أن ندارس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لأحد أئمة الإسلام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمة الله عليه. نشكر الله ثم نشكر المسؤولين في المسجد الحرام جزاهم الله خير، من على رأسهم رئيس المسجد الحرام رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور العلامة عبد الرحمن السديس حفظه الله ورعاه ومن كل سوء وقاه، ثم ندعو لكل من يكون في حرم الله تعالى يؤدي خدمة دينه وفي دينه ووطنه، ويجب علينا نحن ونحن في حرم الله تعالى أن نخلص في كل شيء. أنا طالب العلم يجب أن لا يصدر مني أي مبادرة سيئة في حرم الله تعالى، فإن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا الظلم عمله في غير حرم الله تعالى ذنبه يكون أخف، لكن في حرم الله تعالى إذا خطر بباله كما قال عبد الله بن مسعود ولو أن أحد
بعدن أبيا وهو يريد أن يحدث شيئا في حرم الله تعالى لأذاقه الله العذاب الأليم. كأن إرادة محض أن يفعل في حرم الله تعالى هذا الشيء هو إلى الآن في أدنى أبيا أو في أقصى أقاصي الدنيا، ما ذلك يؤاخذ عليه مؤاخذة شديدة. فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم. فيجب علينا نحن الذين أكرمنا الله أيها الإخوة مسؤوليتنا كبيرة، الذين أكرمهم الله تعالى أن يمشوا على أراضي هذه البلاد المقدسة، يجب أن يحاسبوا كل خطوة ويحاسبوا كل كلمة ويحاسبوا كل حركاتهم وسكناتهم، هل على السنة أم على البدعة؟ فإن كانت على البدعة فيا ويله، لأنه قد أتى بإثم عظيم أعاد مما إذا كان في غير هذا البلد. ثم نرجو من الإخوان أن يقرأوا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله في شرح السنة، قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا من خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. اعلموا أن الإسلام هو السنة، نعم، هذا الذي أنا بدأت بالكلام فيه. فالسنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بعقيدتنا وبعمالنا الأحكام الفقهية، وكذلك جانب السلوك والتزكية، يجب أن يكون موافقاً لما جاء عليه الإسلام أو لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الإسلام، نعم. ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الجماعة هناك يرجى في مثل هذه المسائل الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية، فهناك وكذلك يعني عرف العلماء الجماعة، قالوا الذين اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الحق، وأنهم اجتمعوا على إمام واحد، فكلاهما اجتمعوا على الحق وإن لم يكن إمام لكنهم اجتمعوا على الحق فهم على الجماعة، وإن لم يكن لهم إمام، فإذا كان لهم إمام واجتمعوا حوله فهم الجماعة وإن كانوا ناسا قليلين أو ناس قليلين، نعم. وكان ضالا مضلا، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، نعم. وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. والأساس التي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم، هذا هو في الحقيقة المعيار الصحيح لمعرفة الإسلام الذي تم على في عرفات، تم وعالنا الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في عرفات، هو الإسلام الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزوم الجماعة يعني نلتزم بما كانوا عليه هم رضوان الله عليهم أجمعين، وقد نوه الله تبارك وتعالى بهم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هم المؤمنون الأولون الصالحون الأولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، وليس المؤمنون إلى يوم القيامة الذين يأتون وهم في فرق مختلفة وعقائد مختلفة، فهل يقال إن المؤمنين هم الشيعة وإن المؤمنين هم أهل السنة ومن أهل السنة من الأحزاب المختلفة والطوائف المختلفة؟ لا أبدا، أنا من يجب أن نكون نعرف أن المؤمنين هنا
هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبحث ما كان عليه هم الذين أرسلوا أو وصلوا إلينا هذا الدين المتين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وجبريل عن الله عز وجل والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. نعم. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. عمر رضي الله عنه نفسه، ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنقبل الدنيئة في ديننا في قصة الهديبية؟ فكان يتأسف على ما بدر منه، وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: اتهموا رأيكم، فإننا كنا يوم الهديبية كذا وكذا، وكنا نحسب أننا في نقبل الدنيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه الفتح. فلذلك حسبها هدى، لا عذر لعهد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ولا شك أن البدع لا تكون إلا بحسبانهم هدى وباستحسانهم، فيكون كل بدعة لا يكون إلا أن صاحبها يرى أن هذا ليس فيه شيء محذور، فيرى أنه مقرب لله عز وجل. فلا عذر لأحد ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه ما حسبه، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فلا يكون الإنسان يتهم رأيه، ولا بد أن يرجع في كل شيء إلى ما كان عليه صحابة رسول الله من كتاب الله وسنة رسول الله. نعم. النسخ الأصلية فيها هنا قال عمر رحمه الله يقول كذا في الأصل، والمشهور أن الصحابة يترضى عنهم. إذا كان النسخ الأصلية موجودة هكذا وما ذكر هنا المحقق، لكن نقول إذا كانت من آداب التحقيق، إذا كان خطأ في الأصل الذي جعلته أصلا ويجعل المحققون الأصل الذي جعلوه أصلا أما متاعة ولو كانت أخطأت هذه النسخة، فينبغي أن يكون يصلح إذا كانت في نسخة أخرى ما يوافق الصواب. فإذا كانت آية خطأ كتبت خطأ في نسخة من النسخ التي جعلتها أصلا، هل تثبت آية خطأ؟ يجب عليك أن تصلح. كذلك نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جرت العادة من قديم الزمان أن المحدثين يكتبون به رضي الله عنهم، فإذا كانت في نسخة ولو لم تكن هي نسخة لهم ينبغي أن يضاف فيها، لكنه صحابة كان فيما بينهم يذكرون بعض الصحابة رحمه الله كما قالت عائشة في عمر وفي أبي بكر. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكمها أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، لماذا؟ لأن العقول تختلف والفهوم قد تتضارب، ففهم أي رجل أو أي شخص يكون حجة في الدين، فإذا لا يجوز للإنسان أن يستعمل عقله في فهم الدين، يجب أن يطيع ويكون ويقبل أنه حق من الله تعالى، وإن كنت لم أفهم أن هذا حق ربما، لكنه يجب أن يكون يذعن لما جاء عن الله ورسوله. أما إذا قلنا أن الدين يخالف العقول فهذا ليس بصحيح. تذكرون أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب ماذا؟ موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. لا يختلف النقل الصحيح للعقل السليم أبدا إن شاء الله. فإذا قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، إذا كان الصحابة لم يفهموا معناه لكنهم أذعنوا له إذعانا ولم يعترضوا. الآن الدنيا كلها تعرف فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفعان، فنحن نؤمن، يجب أن نؤمن أن الحق
ما جاء من عند الله من عند رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عين العقل. وليس مقصود منه أن الإسلام يأمر الناس أمورا غير عقلية أبدا. نعم. وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. نعم. فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. نعم. وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فقد كفر. هنا في الحقيقة لا شك السواد الأعظم ليس المقصود منه الجمهورية، الإسلام ليست فيها الجمهورية، والجمهورية تعد فيها الرؤوس والأصابع والأيدي والأصوات ولا يوزن فيها الرجال. فالإسلام يرى الذي على الحق هو السواد الأعظم، الإسلام يرى هم الجماعة، كما قال عبد الله المبارك وغيرهم: إذا كنت وحدك وأنت على الحق فأنت الجماعة، لأنك تجمع أو يجب أن يجتمع الناس على عقيدتك وتجمع الخير كله. نعم. فهنا قال: على كل حال فقد كفر إذا كان خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فيكون كفر كفرا مخرجا من الملة في بعض الأحيان، قد يخرج من الإسلام كفرا ويأتي بكفر الذي يخرجه إلى الكفر من دين الله تعالى، أو قد يكون كفرا دون كفر، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان بالحقيقة يرى أنه هو الدين الخالص أو الذي أخبره هو يجوز له أن يعمل به فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، أما إذا كانت معصية فقد هو يعرف أن هذا لا يجوز لكنه أتى بهذه المعصية، فيكون دليلا على عظم هذا الفعل كاد أن يكون كفرا، وهذا الذي يسمونه كفرا دون كفر. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. ومثل هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ينوه به كثير في مجموع الفتاوى في مواضع كثيرة، ويقول: نعم قد جربنا فقد وجدنا ما تركوا سنة، ما ابتدعوا بدعة وعملوا بها إلا تركوا سنة أو سننا. نعم. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم. فليس هناك قبول لما يقال إن هناك بدعة حسنة أبدا. بدعة اصطلاحية نعم يجوز لك أن تتكلم وتقول هذه بدعة لغوية، أما بدعة اصطلاحية شرعية فليس هناك إلا كل بدعة ضلالة. كل هذه قضية كلية تشمل جميع أفرادها، وليس هناك بدعة حسنة أبدا. نعم إذا كان هناك شيء قد ترك من دين الله تعالى ثم جدد أحد العمل به فقد يقال نعمة البدعة هذه لا بأس فيها، لكن التي ليس لها أصل في دين الله كلها ضلالة إذا ابتدع إنسان. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور. نعم. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. نعم. مثاله يعني هي صغيرة ثم تكبر وتكون قد تحيط بسنن كثيرة وتضيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فصغار البدع
تجلب كبارها ولا شك فيه. وإذا كان الإنسان عاملا بالسنة فالسنة تجلبه إلى السنة إن شاء الله. فليعرف الإنسان ما هو على نفسه بصير أو بصيرة ماذا يختار له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة ما تقطع بيده، لكنه هذه سرقة صغيرة يتشجع إلى أكبر من هذه، يكبر من هذه، بعد ذلك إذا وصل إلى النصاب فتقطع يده. فالصغائر قد تكون كبائر عامة أيضا، صغائر الأعمال وهي من الذنوب الصغيرة قد تجتمع فتكون كبيرة مثل الجبال. نعم. فعظمت وصارت. وقد عرفتم، قرر العلماء أن الشيطان يفرح بالبدعة من الإنسان أكثر مما يفرح من أكبر الذنوب والزنا بعد الشرك بالله وغيره الزنا. لماذا؟ لأن البدعة الذنوب قد يحس الإنسان يوما ما أنه أتى بذنب كبير من في جنب الله تبارك وتعالى فيتوب ويرجى أن يتوب، لكن البدع يعملها مستحسنا، يعملها أنه من دين الله فيتمادى فيها ولا يرجى التوبة منه. فإذا الشيطان يفرح من البدع أكثر مما يفرح من ارتكاب الإنسان كبائر الذنوب. نعم. فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. أي شيء في الحقيقة، ومعلوم أن الدين يجب أن يعلمه ويتعلمه كل إنسان صغير أو كبير. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على الإنسان ألا يتقدم إلى عمل أو إلى قول وإلى فعل لا يعلم أنه سنة أو بدعة. يجب أن يسأل، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصغير إذا كبر يجب عليه إذا كان قد وصل سن الزواج فيسأل كيف يتزوج، أي نوع من المرأة تكون حلالا له، لا يقع على أخت من الرضاع وغيرها. وإذا كان عنده ما لم يكن مال لا يتعلم ما شروط الزكاة وكذلك طريق الزكاة، لكن إذا كان مالا يسأل كيف أو كم يخرج من الزكاة. فإذا الإمام قد أصل لنا تأصيلا كبيرا على ما جاء عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله: لا تقل كلاما إلا ولك فيه إمام، إمام حق ليس إمام باطل. فهنا قال أو من العلماء، شوف انظر تنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء الذين هم يتتبعون الكتاب والسنة وفعل وعمل وقول الصحابة. نعم. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. نعم. فلا يقتدى بزلته. نعم. فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم. هنا في الحقيقة يحتاج شيئا من التوضيح. يقول أن الخروج من الطريق لا وجه، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته. لا شك فيه، مهما كان أو مهما فضل الإنسان وكان رجلا عالما مشهورا ولكل جواد كبوة وكل يخطئ يصيب، كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر إمام ابن الليث أو الليث ابن سعد، أي منهم قالوا، لكن هذا هو الحق. فإذا أخطأ نحن ندعو له بالصلاة، إذا مضى كان بين أيدينا فنحن نتفهم معه،
وإذا كان قد مضى إلى ربه فندعو له العفو والغفران، ولا يجوز لنا أن نقتدي به، فإن فيه هلاك إن تعمدنا العمل تعصبا لهذا الشخص. وهذا في الحقيقة يجرنا أن نقول إن الذين قد يتعصبون للمذاهب الفقهية قد يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إمام وصلهم. وماذا تعرف، هناك ناسا قالوا لا يجوز، أو من مذاهب الحنفية وغيرهم قالوا لا يجوز أن تدخل النساء في المساجد، ولا يجوز أن تذهب النساء إلى المصلى مصلى العيد، نص منهم المتأخرين. ودرست هذا الموضوع فوجدت أن الإمام أبو حنيفة لا يقول هذا أبدا. فالمسائل هذه إذا كان يعرف أن هذا أخطأ فيه هذا الإمام ثم اتبعه فهو هالك. أما إذا كان رجل له علم وفضل واجتهد فأخطأ، أراد الحق فأخطأ، زل عن الطريق، ففي هذه الحالة اقرأوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ليس دائما يكون هو هالك، إنما يكون هالك إذا عاند كما أشار إليه المصنف، وكذلك إذا كان تعمد مخالفة السنة والسنة ثابتة أمامه لأجل أحد من الذين يعتقد فيهم خير وغيره. نعم، فهذه قاعدة عامة في الحقيقة تقطع عنا بدعة التعصب المذهبي والعقدي كله، أي مذهب من المذاهب الأربعة والخمسة والستة، كذلك مذاهب عقدية الخروج والتشيع والقدر وغيرها وغيرها، كلها إذا اتبع منها جزءا أو كلا فهو لا شك أنه هالك. هذا الذي يقصد به الإمام رحمه الله. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. هنا يعني من ناحية اللغة، من زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه، مو كذا؟ نعم. بالجمع، الجمع. كفى يكفي يكفي يكفيان يكفونا. فهنا إذا ذكر الفاعل والفعل قبله فيكون فعل مفرد، ما هو كذا؟ فلم يكفونا، هكذا في كل النسخ. إذا كان هكذا فلا لنا نقبله على لغة أكلوني البراغيث، هذه بعض القبائل كانت تتكلم بها فلعله، لكنها لغة ضعيفة. الصواب فيه لم يكفناه أصحاب رسول الله. نعم. وكفى به فرقة وطعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. ليس في الإسلام أن تعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تركوا بعض الدين أو تركوا بعض أو كلهم تركوا أو بعضهم ترك بعض الدين أبدا. إن كان زهل أحد أو لم يبلغه أحد، الثاني يكون عنده علم، وبمجموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن أن الدين وصل إلينا أن مجموع الصحابة كاملا، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. نعم. ولا يضرب لها الأمثال. نعم. ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. هنا في الحقيقة ليس في السنة قياس، فيما يظهر أنه يقصد به السنة ما يتعلق بذات الله وصفاته وما يتعلق بالمغيبات، فليس فيها قياس أبدا. فإذا كانت هناك مسألة يسأل أحد ماذا تكون في يوم القيامة،
في مسألة من المسائل وليس فيها نس لا يجوز لك أن تقيس، والقياس يقتضي أن يكون كذا وكذا أبدا. أما إذا أردنا السنة معناه في دين الله فالقياس الصحيح يكون حجة إن شاء الله على شروطه. والقياس كالميتة للمضطر كما قال أئمتنا، معناه ابحث كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أطلب المسألة من كتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله. نحن نقول كتاب الله وسنة رسول الله، دائما قولوا هكذا، فيكون إن شاء الله قد تكون المسألة من كتاب الله مشملة، ويكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فصلت هذه المسألة. فإذا نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد يقول الإمام أبو حنيفة إن لم أجد فأنظر ماذا قال أو فعل صحابة رسول الله، فإن لم أجد عندهم وأجد قولا لسعيد المسيب والشعبي والحسن البصري أمثالنا، فكما هم اجتهدوا أجتهدوا أنا، كما اجتهدوا أجتهدوا، فهذا هو. فالقياس يكون الاجتهاد مبني على القياس على نصوص شرعية، العلة توجد، الخمر كان مسكرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه الإبر التي الآن تسكر الناس ويسكرون بها، فالعلة ينظر فيها بأن علته هو الإسكار، كل مسكر حرام، فنقول العلة جاءت في هذا، فنقيس على الخمر الذي يذهب بالعقل هذه المسحوقات وهذه الحبوب التي يعملونها، كذلك إبر وغيرها كلها. فالقياس بعد البحث في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل وأقوال الصحابة فهو كأنه الحجة الرابعة من حجج الإسلام لا شك فيه. لا يترك القياس مطلقا، لكن قياس فيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله وصفاته وفيما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك نصوص، كذلك في المغيبات وما تجري في الآخرة أشياء لا قياس فيها مطلقا. نعم. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. الخصومة في دين الله تعالى لا شك فيه، فيما ليس للدليل لا يجوز للاثنين أن يناظر فيه، لا بد أن يكون له دليل وإلا يسكت. كذلك من قبل قال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. هذا الكلام ماذا يقصد بالكلام؟ في الحقيقة الكلام في ذات الله عز وجل بعقولهم وبأقيستهم الفاسدة لما تكلموا وأنكروا الصفات المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فهذا هو علم الكلام كأنه يقصد ما كان كلاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله تعالى. الرحمن العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه ما كان فيه كلام أبدا، تسليم كامل من صحابة رسول الله، ما قالوا كيف استوى على العرش، ما قالوا كيف اليد وكذا وكذا. فهذا الكلام هو المذموم في دين الله تبارك وتعالى ومحدث. أما الكلام في المقصود منها البحث والمباحثة للوصول إلى الحق فهذا موجود في كتاب الله، وجادلهم بالتي أحسن. كنت أبحث هكذا فوجدت لماذا سمي الكلام، لأن في الحقيقة سمي الكلام لوجهين. أولا في هذه المسائل التي تكلموا فيها وأنكروا بعقولهم كثير من الصفات وسموا أن صفات الله عرض والعرض مخلوقة وكذا وكذا، فصفات الله مخلوقة، وهكذا ضللوا أمة من الأمم أو أمما كثيرة بالحقيقة. لكن ما كان في زمن الصحابة فيه كلام مطلقا، تسليما تسليم، يأتي الأعرابي ويسمع يضحك الله لرجلين، ما يسأل كيف يضحك أبدا، تسليم كامل. لكن فيما بعد قالوا إذا
أثبتنا لله الضحك، والضحك يحتاج إلى أسنان، إلى اللهوة، إلى كذا، وهذه كلها تشبيه بالمخلوق، والله منزه عن المخلوق. فأنكروا الضحك، أنكروا الغضب، أنكروا كل شيء. فالكلام جاء هنا. ثم بعد ذلك أيضاً قالوا أول ما تكلموا في القرن الثاني في القرآن كلام الله أو مخلوق، ولذلك سميت كل هذه القواعد التي أوجدوها علم الكلام. وإلا كان في كلام الله الذي عذب فيها الإمام أحمد رحمه الله أن القرآن أن كلام الله مخلوق، وأن الله خلق في شجرة حينما سمع موسى عليه السلام الكلام، فالكلام مخلوق. هكذا هذه أول ما تكلموا فيها كما قالوا. وسمي كل من اتخذ هذه الطريقة في إنكار صفات الله تعالى فسموا هذا العلم علم الكلام. من الغريب أن تذهب إلى بريطانيا وإلى كذا، الذين عملوا فهرس لكتب التوحيد قالوا كتب علم الكلام. سبحان الله، علم الكلام هكذا تجد في مكتبات قديمة جدا ويقولون هذه كتب، حتى لو كان كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب أو عقيدة الطحاوية يقولون علم الكلام، ما يعرفون علم التوحيد أو علم العقيدة أو شيء، إنما علم الكلام، لأن الكلام جاء في كلام الله تعالى في أول ما جاء، وأن الله تعالى كلامه مخلوق، فجعل كل ما انسحب معه باستعمال العقل علم الكلام. هذا الذي وجدته في بعض، أظن قاله الإيجي في المواقف. نعم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن. نعم. وما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأن الكلام في الرب محدث معناه في إنكار الصفات وغيره، أما الكلام في الرب أنت تذكر آيات الله تعالى، خلق السماوات وغيره، ليس المقصود منها الكلام في الرب، هذا أيضاً كلام في الرب، إنما المقصود منه في تأويل الصفات وإنكارها ما أن صحابة الرسول لم يتكلموا ولم يؤولوا ولم يعني يشبهوا ولم يكيفوا، كل هذه محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. وما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ربنا أول بلا منتهى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، من علمه مكان، وليس ذاته في كل مكان كما قال أصحاب الكلام، قالوا إن الله في كل مكان، واستدلوا تركوا الصريح من الكتاب وذهبوا إلى المشتبهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويله، فأول الرحمن العرش استوى، استوى ليس بمعنى على، إنما استوى بمعنى استولى، حتى بعضهم قال وهل كان أحد للرب منازعا حتى نازعه فاستولى الله عز وجل. فالحاصل على كل حال إن الله عز وجل يجب أن يؤمن به كما أخبر عن نفسه وأن أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التأويل وهو معكم أينما كنتم فمعناه أن علمه في كل مكان، ونصرته لرسوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون، الآية الكريمة فإنك بأعيننا، الآية هي قبلها، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول الله إنني معكما أسمع وأرى، معكما بمعنى بالعلم بما يجري معكم وبالنصرة وإن شاء الله التمكين، هذا هو المقصود، لا يخلو من علمه مكان. نعم. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما. نعم. إلا شاك في الله. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق. نعم. لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق.
نعم. وهكذا قال مالك بن أنس نعم. رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله، والفقهاء قبلهما وبعدهما. وأما الفرق التي جاءت الجهمية المعتزلة هم الذين كانوا أن كلام الله مخلوق خلقه في غيره عز وجل، فالغير المخلوق كذلك، لأن غير الخالق كل شيء مخلوق. فنادينا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقل أنا عليك إنك من شجرة مباركة، الآية الكريمة من الشجرة، نودي من الشجرة، فقالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة والنور خلق النور فرآه موسى عليه السلام. هذا كله كلامهم على كل حال. نعم. والمراء فيه كفر، والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم. نعم. وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم. فالحاصل أن أهل الكلام في الحقيقة لا شك فيه أن يعني في أكثر القرون الماضية الأصحاب أو علماء عامة كانوا على هذه العقيدة، اعتزال وكذلك الأشعرية ماتريدية، وكانوا يقولون إن القرآن مخلوق، وهذا وارد في الحقيقة وبالتأويل في الحقيقة، فقد عذر العلماء، لكنهم كانوا دائما لم يكونوا يعذرون العلماء. عامة الناس قد يكونوا مقلدين للعلماء، لكن العلماء غير معذورين. الإمام أبو الشافعي رحمه الله قال: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال أيضا: كل الإعلام المشهور، هذا الشيء الأشعار مشهورة عنه، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا مما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. هناك ذكر الطحاوي رحمه الله ألفاظا مجملة التي لم يرد نصها ولا إثباتها في كتاب، نفيها ولا إثباتها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالوا: حلول الحوادث بالرب تعالى. يعني هذه كلمات أضلوا بها كثيرا، فقالوا إن الله تعالى قد يتحد مع بعض مخلوقاته، فتسمعون قد أتوا بكفر كبير بما يسمى وحدة الوجود وغيرها، المسائل طويلة إن شاء الله. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة. نعم. يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. الميزان. نعم. والإيمان، والإيمان ولا ما موقفه من الإعراب؟ والإيمان بماذا بدأ الكتاب؟ اقرأوا أول شيء ماذا قرأنا؟ الحمد لله. بعده فمن السنة. من السنة. من السنة خبر مقدم، وبعد ذلك الإيمان مبتدأ مؤخر. من السنة والإيمان بالرؤية، يعني من السنة الإيمان، ومن السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة. رؤية ما المقصود منه؟ يعني أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم إن شاء الله، وإن كانوا في الدنيا لا يرون كما قال تعالى: لن تراني، لكنه في يوم القيامة قد أثبت لنا أننا إن شاء الله نراه، ويكون هذا من أعظم نعمة. الحديث الصحيح الذي فيه أن أهل الجنة إذا أخذوا مكانهم من الجنة فيطلع الله عليهم ويقول اللفظة التي فيها: هل بقي لكم شيئا نأتي لكم به، أو لفظة التي مثل ما بعض الناس يقولون حاجة خدمة وكذا. سبحان الله. يعني أنا أريد أن أجيب هذا، أين نقلته هذه الكلمة؟ عجبني في الحديث، وهو أنه قال: هل بقي لكم شيئا تريدونه؟ قال: ألم تبيض وجوهنا وألم تدخلنا الجنة؟ قال: بلى.
فيكشف عن وجهه الحجاب فما يكون شيء من النعم أفضل من وجه من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو الذي جاء في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا مذهب السلف أنهم يثبتون هذه الرؤية، أما أهل الكلام فينكرون الرؤية أن الله لا يرى مطلقا. نعم، وقد ألف العلماء فيها تأليفات، فعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما جاء في كتابه، لكن تجد حتى في هذا الزمان يقرؤون الكتب التي تثبت هذه أصحاب المذاهب خاصة، وخاصة أصحاب المذاهب الأربعة تركوا، وهذا قول على يعني يقين وعلى ثبوت بأنهم تركوا عقائد الأئمة رحمة الله عليهم وذهبوا إلى عقيدة الأشعري الذي جاء بعد الأئمة بقدم من القرون، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ب300 قرن، فقدم من السنين. يعني الإمام أحمد توفي 241، وأبو الحسن الأشعري توفي في 329 و39 أو 29، والماتريدي أبو منصور 30. والذي من الغرائب أنهم أخذوا عقيدة هؤلاء بعدما جاءوا مع النبي، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، بأي عقل وبأي دين، سبحان الله. والعلماء كانوا إذا خالفهم أحد، وهم مقربون للسلاطين والخلفاء، إذا خالفهم أحد فيجعلونه مجرما ويوقفونه للمساءلة أمام الخلفاء وأمامهم أنفسهم. نعم، فالله المستعان. نعم، فيكون النظر إلى وجه الله تعالى بدون حجاب إن شاء الله. وما منا إلا سيكلم، ولا ترجمان، ما منا إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وجها لوجه إن شاء الله، ويرى الله عز وجل، فهذه نعمة كبيرة من الرب عز وجل. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإن حوضه ضرع ناقته. الله أكبر. يعني لكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض، أعظم حوض، وهذا أمر معروف كما قال الإمام رحمه الله. لكن قال والإيمان بالميزان أيضا يوزن فيه الخير والشر، هنا أيضا تعليق أن الميزان في الحقيقة ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كذلك والوزن يومئذ الحق، كذلك الأحاديث جاءت في وزن الأعمال، وقد يوزن الأعمال، ويوزن الرجل بنفسه، يؤتى بأضخم رجل من المشركين فلا يساوي عند الله فيوزن فلا يساوي عند الله جناح بعوضة، وإن شئتم فاقرأوا قول الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك يوزن السجلات هذه. وقال نقل الطحاوي رحمه الله قال هؤلاء كانوا يسخرون بسماء الميزان ويقولون إن الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، هذا ذكره صاحبه أو شرح عقيدة الطحاوية رحمه الله. والحاصل على كل حال نحن نؤمن لأنه جاء في كتاب الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله كفتان ولسان. الإيمان بعذاب القبر أيضا الناس ينكرون إلى الآن، الله المستعان، سبحان ربي. إذا قلت أنا قد درسنا على مشايخ من مصر من الأزهر ومن كبار الأزاهرة رحمة الله عليهم وغفر الله لهم، كانوا ينكرون إجمالا هكذا، لا يؤمن بشيء من المغيبات إلا ما جاء في القرآن، فإذا انقطع كل شيء من هذا النوع. وحتى سئل عن هذا فتلكى عذاب القبر، يعني كأنه لم يريد أن يظهر، لكن الناس ينكرون، ولذلك من قديم الزمان كانوا ينكرون، ولذلك قال أئمة في كتبهم أئمة السنة بوّبوا أبوابا في عذاب القبر، كذلك البيحقي له كتاب إثبات عذاب القبر سبحان الله، كذلك القرطبي في التذكرة وغيرها، على إما يعتنوا بأن عذاب القبر واضح جدا في صحيح البخاري،
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما إلى آخره. ومنكر نكير أيضا جاء في الحديث أن الإنسان إذا أدخل في القبر وانصرف الناس عنه يأتيه ملكان يسميان منكرا ونكيرا ويسألانه من ربك إلى آخره. نعم، فلا بد أن نؤمن به. وهذا النوع من الإيمان في الحقيقة، الشخص الذي يؤمن يكون إن شاء الله أتقى لربه من الذي لا يؤمن بهذا مطلقا، يخاف أنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يدعو: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذك من فتنة الماية والممات، اللهم إني أعوذك من فتنة المسيح الدجال من المغرب والماثم. فهذه كلها كيف يتجرؤون إلى إنكارها. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أنه ثابت في أحاديث صحيحة، حتى جاء ذكر الحوض في أكثر من قالوا من الأحاديث الصحيحة، قد بلغت من التواتر، قد بلغت التواتر، وقد جمعت هذه الأحاديث في قديم وفي الحديث أيضا. نعم، والحوض يكون قبل الميزان، ذكر العلماء أن الحوض يكون قبل الميزان، والصراط أيضا. الصراط ذكر ولا ما ذكر؟ يأتي ذكره أو لا يأتي؟ يأتي الذكر، فيكون الصراط بعد الميزان، بعد الميزان. وقال ابن حجر في فتح الباري الجزء 11 صفحة 69 و400، قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض وعدد الصحابة، قد بلغ عدد الصحابة الذين رووا عن الحوض 80 صحابيا، 2، 3، 4 لو رووا وثبتت ثبت الإسناد إليه، قد يأتينا يقينا تواترا، بمعنى التواتر ما استحال عادة تواترهم على الكذب. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين. هناك كلمة جيدة، قال ابن أبي العز الحنفي، قال: فقاتل الله، انظروا، فقاتل لما ذكر الأدلة وغيرها، فقاتل، قال: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، الله أكبر، وأحر بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم. وأيضا مثل هذا جاء عن غيره أيضا الدعاء عليهم. نعم. أيوة. أما إلا صالح، ولكل نبي حوض، إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته، هذا لم يصح في حديث. فالعموم صالح النبي له حوض أيضا، ليس حوضه أو ليس حوضه ضرع ناقته، كما قال الإمام هنا غفر الله له. وقد ذكروا قالوا من طريق ابن الجوزي في الموضوعات روى هذا الحديث: إن لكل نبي حوضا. لا، جاء في هذا الحديث قال في ميزان الاعتدال في المجاهيل وحديثه منكر، هذا الذي فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن معه حتى يوافوا بها الموقف. ويبعث الله ناقة ثمود لصالح فيحلبها ويشربها، والذين آمنوا معه حتى يوافوا بها الموقف معه ولها رغاء. هذا الحديث موضوع، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال حديثه منكر، وقال ابن حجر هو موضوع. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين. نعم. في القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم. نعم. وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، وهذا أيضا من نعم الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، فمن قاله فقد حلت له شفاعتي يوم القيامة إن شاء الله. فإذا الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين. هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع كما ذكر الأئمة رحمة الله عليهم. أول ما يكون الشفاعة ما يكون للقضاء بين الناس حينما يكونون في الموقف، فآتي إلى المقام المحمود، تذكرون كل الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا، ويأتي إلى المقام المحمود فأقف ساجدا فيقول ربنا يا محمد ارفع رأسك وصل تعته واشفى تشفى. فهنا هذه لفصل القضاء أو للخروج من الموقف الذي هم فيه في عطش شديد، والشمس ترمي بشررها عليهم على قدر رمح. ثم الشفاعة في تخفيف العذاب من أمه أبي طالب، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفعه لكان في قعر جهنم، ولكن لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحوطه وينصره. يا رسول الله ماذا نفعت أمك وقد كان يحوطك وينصرك؟ قال إنه يكون يوم القيامة في ضحضاح من النار. الضحضاح هو الماء الذي يكون على قدر قليل، قد لا يغمر القدمين ولا يصل إلى الكعبين، ضحضاح من النار، يعني ماء خفيف ونار خفيف. وفي رواية أخرى أنه يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه. فهذه شفاعة. الشفاعة أيضا لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا كله ذكره الأئمة، منهم ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة التهاوية بالتفصيل، تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة. أيضا شفاعته لرفع درجات بعض الناس ممن يدخل الجنة، كذلك في أقوام الذين قضى الله أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وشفاعته في أن يؤذن للمؤمنين في دخول الجنة، لا يدخلون إلا إذا تجاوزوا الصراط، لا يدخلون حتى يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أنواع الشفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعة للملائكة، شفاعة لناس صالحين كما جاء في الأحاديث الصحيحة. هنا قال الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، ودليله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيره قال: فيقول الله تبارك وتعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون، هذا لإثبات صفات كل نبي، وشفع المؤمنون لم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، أي مثل الفحم قد احترقوا، ثم يغمسون في نهر بين الجنة والنار، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة ويعرفون بالجهنميين، هكذا جاء في الروايات الصحيحة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذا هو، هكذا قدر الله أنه يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. ويأتي تاتي الرواية قيل: يا رسول الله ما الجسر؟ قال: دحض
وفي رواية أخرى دحض مزلة، زلة يزل، مزلة أو مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب، يعني فيها كأنها أشواك من الحديد وحسك تكون بنجد، فيه شويكة يقال لها السعدان. السعدان في الحقيقة يعني مرة نزلنا في البادية نصلي، فكان أحد الإخوان العرب قال هذا هو، لأنه موذي ما شاء الله، إذا كان جلست عليه خطأ قد يدخل تدخل، وكأنه ورق لكن حولها كلها هكذا ملتوية الأشواك أشواك. فهو الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم، أترون أو رأيتم السعدان كما في جاء في رواية أخرى. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومقدوش مرسل ومقدوس في نار جهنم، تخطفه الخطاطيف وتلقيه في جهنم على قدر أعمالهم. فإذا كان مؤمنا خلط عملا صالحا وآخر سيئا ربما يكون من المخدوشين، لكن سلمه الله تبارك وتعالى. أما المؤمنون الصالحون الذين ليس عليهم ذنوب ربما يكون إلا قليلا، فناجٍ إن شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذا أيضا كما في حديث صحيح البخاري وغيره في حديث الشفاعة. ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب. وتذكرون أن هناك الآية انظرون ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يقولون لمن له نور انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني هذا النور مأخذه من العمل الصالح في الدنيا فيكون لهم نور. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. نعم. وهما مخلوقتان، قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. نعم. الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والأحاديث في هذا لعلكم قرأتم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام، بدل قيوم هكذا جاء، قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. كذلك في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي نعم، وأن محمدا عبده ورسوله، والنار حق والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه كلها تدل دلالة واضحة أن الجنة الآن مخلوقة، لكن تجد العقليون الذين تكلموا بالكلام الفارغ قالوا إن الله تعالى غني، أو إن الله تعالى لا يعمل عملا لغوا، وهذا عمل لغو. الناس لا يدخلون الجنة إلا هم ينفون عذاب القبر، ينفون عذاب القبر أو ثواب القبر، فيقولون لا يدخلون الجنة إلا يوم القيامة، فيخلق الله ذاك الوقت. ما معنى أن الجنة خلقت من الآن وتزين كما جاء في بعض الروايات الآخرية، وفيها حور وهؤلاء من ملايين السنين، ويهزو أحد الشعراء الهنود يقول ماذا نفعل بهذه الجنة التي فيها من ملايين السنين عجائز النساء، ماذا نفعل بهذه الجنة، هكذا يقول. ف
فهذه كلها من حماقاتهم لا شك فيه. فنحن نؤمن أن الجنة مخلوقة وأن الله خلق كل شيء لمصلحته، فإذا كان سأله المنكر والنكير ونجح بفضل الله تعالى وثبت وتثبت فيكون يفتح له بابا إلى الجنة، يفتح بابا إلى الجنة. كذلك إذا كان كافرا أو منافقا أو معذبا فيفتح له باب إلى النار. هذا حكمة خلق الله النار والجنة إلى الآن. ومعلوم أشياء كثيرة ذكروا، قالوا إن الله من كرمه كما أن الضيف إذا جاء مساء من الصباح الناس يتحركون لتنظيم الأمور، فالله لا ليس له مثل لأحد إنما له المثل الأعلى، لكن العقل يقبل هذا الشيء أن يكون مخلوقا ليس على عقولهم. والمخلوقتان والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش كما جاء في الحديث، والنار تحت الأرض السابعة، وهما مخلوقتان. قد علم الله، نعم، ما قرأتم الإيمان بالأنبياء والملائكة؟ أنا فاتني، لكن الأنبياء معلوم أنهم منهم من قصصنا عليكم منهم يجب أن نؤمن على الإجمال. آمنت بالله من أركان الإيمان، آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فمنهم من ذكر ومنهم من لم يذكر. ونحن نؤمن بقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل أمة جاءت رسول، جاءتهم رسول قبلوا أو لم يقبلوا، فجاءتهم الرسل. فعلى كل حال كذلك الملائكة الذين خلقهم الله كما جاء في آية ولقد أولي أجنحة مثنى وثلاث، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومن الملائكة أيضا قد أخبر الله أنهم مخصوصون لأعمال خاصة، جبريل عليه السلام وميكائيل على السحاب وملك الموت. إسرائيل يسمونه لم يثبت في حديث صحيح قل يتوفاكم ملك الموت، كذلك الملك يأتي عند النطفة فيلقي فيه الروح إلى هذه كذلك. وكذلك ملائكة يحفظونكم من أمر الله، ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملائكة يراقبون أعمالكم، فليكن الإنسان على حذر ويستحي من الله. ومن ملائكة الله الذين دائما لا يغيبون عنه أن يأتي بما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم الجنة والنار وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها قبل أن يخلقهم، لابد أن نزيد هذا، وعدد أهل النار ومن يدخلها، و مسألة أخرى لا تفنيان أبدا. نعم، هذا الذي نؤمن به أن الجنة والنار لا تفنيان. والدليل عليه نقول أولا عدد أهل النار ومن يدخلها قبل أن يخلق، أي واحد أمر الله القلم أن يكتب من أهل الجنة ومن أهل النار. ليس أشوعيا بعلم الله تعالى أنه يرسل الرسل وأنه ينزل الكتب ما ذلك فلان يولد في القرن الخامس عشر ولا يستفيد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب أنه من أهل النار. لكن قد يغير الله تبارك وتعالى لبعض أعمال صالحة مثل هذه المكتوبات، من أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذلك أعمال أخرى قد تزيد في العمر وتدفع ميتة السوء إلى آخره. عدد أهل النار من يدخلها ولا يتفنيان أبدا. هناك هؤلاء يعني بعض أهل السنة أيضا دخلوا في هذه المسألة، وأظن رسالة لمحمد بن إسماعيل للصنعاني وكذلك للعلوسي، أظن الشيخ الألباني حققه أو حققها. فالحاصل أن الصحيح أنهما لا تفنيان، والدليل عليه قوله تعالى حينما لا تفنى، أما الجنة فلا تفنى،
حتى من أهل السنة من يقول إن الجنة لا تفنى والنار تفنى، لأن كما قال الله تعالى جاء في حديث آخر أن النار هي عذاب الله تبارك وتعالى وأن الجنة هي رحمته، وإن رحمتي سبقت غضبي، فتبقى الجنة وتفنى النار. لكن الصحيح الحديث الذي جاء فيه يؤتى إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، يؤتى على جسر بين الجنة والنار، ويؤتى الموت في صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وقوله تعالى في إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين بها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، عطاء إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه الأدلة كلها تدل على أن الجنة تبقى والنار أيضا تبقى خالدين فيها أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا يوم القيامة. ثم بعد ذلك إذا دخل الناس في الجنة والنار والله عز وجل باق دائم، لا يظن أحد في ظن كفر أن الله تعالى يأخذه موت أو يأخذه سنة ولا نوم. نعم، ولذلك قال ما بقى الله تعالى، هل يوجد أحد في الدنيا أن أحد يقول إن الله تعالى لا يبقى؟ إذا كان يقول فهو ربما يكون كافرا أو ملحدا أو يقول لا وجود لله تعالى مطلقا. وآدم كان في الجنة الباقية للمخلوقة، يعني كانت الجنة خلقت قبل آدم وكان فيه آدم، ثم بعد ذلك خلق آدم وكان فيه إبليس، فأخرج الله منها، أخرج آدم بعدما عصى الله تعالى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، اهبطا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي إلى آخره. نعم، والإيمان بالمسيح الدجال. قال والإيمان بالمسيح الدجال وبنزول عيسى بن مريم، يعني من السنة الإيمان بالمسيح الدجال. عيسى عليه السلام يسمى مسيح و الدجال سمي مسيح، لكن لكل منهما معنى غير معنى الأول. المسيح عيسى عليه السلام لماذا؟ لأنهم قالوا أنه لا يشتهي النساء وإلى آخره، وأما المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض مساحات وهو بدجله ومكره. أما نزول عيسى عليه السلام هذا يأتي ذكره وبعده، لكن مسيح الدجال جاءت أحاديث كثيرة، وهناك يعني بعض الناس بعض الروايات التي جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قد كانوا يسافرون فانكسرت بهم سفينتهم فنزلوا على جزيرة، فهناك وجدوا رجلا في دير فقال ممن أنتم؟ قالوا من العرب. قال إن هناك رجلا بخبركم بالأشواق، فذهبوا إليه فوجدوا دابة أهلب يعني كثير الشعر لا يعرف قبوله من دبره، فخاطبهم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق تميم الدار ما أخبرني بما كنت أخبركم عن الدجال، وإنه ليؤذن له بالخروج إلى آخره. كل هذه الأحاديث أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرين الناس الدجال المسيح، فقال إن الله ليس بعاور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وأحاديث الدجال كثيرة في الصحيحين وغيرها. نعم، فالإيمان بالمسيح الدجال
ويجب أن نستعيذ به كما كان نستعيذ من الله تبارك وتعالى من المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ما كان يتعوذ من المسيح الدجال. والإيمان بنزول عيسى ابن مريم ينزل فيقتل الدجال، نزول من أين على أي سماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الرابعة أظن جاء فيه على كل حال، واليهود أرادوا قتله لا شك فيه وأحاطوا به، فلما يعني أحكموا قبضته عليهم رفعه الله تبارك وتعالى وألقى على شخص شبهه فقتلوه، فإلى الآن هم يعتقدون، وهذه العقيدة كانت سبباً للحرب الدائم بين اليهود والنصارى. لكن لما النصارى واليهود كلهم صاروا ملاحدة لا يؤمنون بدينهم، فصار بينهم توافق ضد الإسلام والمسلمين، هذا وارد. لكن طول تاريخ الدنيا كان هؤلاء كانوا دائماً على قتال وعلى إحراق بعضهم لبعض، تاريخ يدل على هذا. فعيسى عليه السلام رفعه الله تبارك وتعالى، يجب أن نؤمن أنه حي في السماء وينزل إن شاء الله، ينزله الله تبارك وتعالى بعدما يظهر الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. وحتى إنه كما جاء في الرواية أنه لو تركه لذابه كما يذوب الملح إذا رأى، وكل كافر إذا وجد نفس مسيح عليه عيسى عليه السلام ذاب ومات، ولو ترك الدجال أيضا لذاب ومات، ولكنه يقتله بيده ويريد الناس دمه في سيفه. هذا كله في الأحاديث الصحيحة جاء. نعم. وبنزول عيسى بن مريم، هناك ناس أيضا ينكرون هذا كله، ينكرون. وكان بعض علماء الهند سبحان الله قديما قد جمع أحاديث نزول المسيح كتاب تلك الأيام، قرأ يقول كذا، حتى قرأ مسند الإمام أحمد يعني أو مر عليها حرفا حرفا هكذا، وضع أصبعه إذا جاء ذكر الدجال أو المسيح كان يلتقطه، فكتب نزول المسيح الأحاديث في الواردة في نزول المسيح. نعم. قال: ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. يتزوج، هذا والله أعلم ليس فيه دليل صحيح أنه يتزوج ولا يتزوج، ليس هناك دليل صحيح فلا يتكلم فيه، ويقال لم يرد فيه نص صحيح. هل ننكر؟ لا ننكر، نقول لم يرد فيه فلا نثبته ولا ننفيه. نعم. فقول المصنف ويتزوج لعله مما جاء من بلغني أن عيسى عليه السلام، يقول سليمان بن عيسى قال بلغني أن عيسى عليه السلام إذا قتل الدجال رجع إلى بيت المقدس فيتزوج إلى قوم شعيب ختن موسى عليه السلام، الذين تزوج منهم موسى وهم جذام، فيولد له ويقيم 19 سنة، لا يكون أميرا ولا شرطيا ولا ملكا. فالحديث هذا لم يثبت، بل قالوا إن هذا حديث باطل، لذلك لا ننكر ولا نثبت، ونقول لم يثبت في تزوجه وعدم تزوجه حديث صحيح. ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء فيه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله أو تكرمة الله هذه الأمة. فيصلي خلف القائم الذي يكون هو الحاكم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي خلفه ويموت ويدفنه المسلمون، وهذا جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره أنه يموت ويدفنه المسلمون. أين يدفنونه؟ ليس فيه ذكر خاص لموضع دفنه، والذي يظهر أنه يصلون عليه ويدفنوه في مكانه والله أعلم في الشام.
لكن جاءت بعض الروايات وهي ليست ثابتة أن بقي في جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم موضع قبر واحد يدفن هناك، لكن الواقع لا يدل على هذا، ليس هناك موقع أو مساحة بحيث يحفر فيه القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده أبو بكر ثم بعده عمر، فهناك شيء ما من المكان يذكرون، لأن رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم ورأس عمر عند كتفه، وبعضهم قالوا عند رجل أبي بكر عمر، فربما ظنوا أن هذه الأرض هي صالحة لهذا. ولما استشهد عمر رضي الله عنه وطلب أن يدفن مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قالت عائشة: كنت أرصده لنفسي ولكني أوثره على نفسي. هذا قد يكون هو دليل على أنه لم يبقى هناك مكان حتى يدفن أحد فيه. فإذا يكون أين يدفن؟ الراجح الذي يعني يدفن والسنة أن يدفن الميت حيث مات. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية. نعم. وإصابة يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. فهناك لا شك في أن مسألة الإيمان قد أثارت فتن قديما من بين المسلمين، فهناك ناس أرجوا الأمل فسموا المرجئة الذين قالوا ماذا؟ قالوا الإيمان ما هو؟ معرفة فقط، اعرف الله أو اعرف وجود الله تعالى فهذا إيمان. فعلى فلسفتهم يكون إبليس ويكون منافقون كلهم يعني من المؤمنين الكاملين، ما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإبليس أيضا مخذول مطرود. فعلى قولهم أيضا هناك سم بعض الفقهاء أو قالوا هذا مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب والعمل لم يدخلوا في ماهية الإيمان. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، قول باللسان وعمل القلب النية وعمل بالجوارح، وعمل وقول ونية أيضا، طبعا لا يكون عمل إلا بالنية. وإصابة، إصابة الحق، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص ما شاء الله. وهناك الفقهاء منهم ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في العقيدة التحاوية، تعرفون أن كل أجزاء الكتاب يوافق ما عليه السنة أهل السنة والجماعة إلا في مسألة الإيمان. ماذا قال؟ تحفظون شيء؟ والإيمان شيء واحد، شيء واحد. ومن هنا قالوا أنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فشيء غريب جدا، كيف الإمام ينسب إلى الإمام هذا الشيء وهو يقرأ قول الله تعالى في آيات كثيرة: زادتهم إيمانا وكذلك ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كل هذه الآيات كيف كان يقرأ؟ ومعلوم أن الأمور النفسانية خاصة هذا أمور باطنة قد تزيد وتنقص، الهم والغم وأشياء تزيد وتنقص. وإلا الإنسان إذا مات أبوه وأتى أمه طول الحياة كان يبكي وراهم، ينسى بعد أيام، أو كذا. فكذلك الغم يزيد وينقص. فالحاصل على كل حال شيء نقلت هكذا وتناقلوها. نحن نقول الحمد لله الذي كفانا المونة الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن الأئمة: الإيمان قول وعمل و تصديق أو النية. قل هكذا. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.